دخل دخل واحد ما نهضروش عليها فنان ومعنى الكلمة إخوان جاو ليه بغيت نقاس معكم غير واحد الحاجة السلام عليكم نهاركم مبروك اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم الاخوان ديالي اليوم ان شاء الله غادي نديرو تراك جديد صافي كاتخو هذا باش خرج انا بطبيعه الحال هذه اربع شهور راني مزر وطار اخوان ديالي وهذا ما يمنعش انني نتقاسم معكم ان شاء الله الشاب الجزائري والشاب واش من شاب عاد مازال صغير وطري وحنين ومازال المستقبل ظاهر الامام ديالو غادي نشوفوا ان شاء الله امين بابلون فوالا بابلون شوفوا لامور ما دار فيا وشوفوا هو ما دار فيا وديجا راه دار فينا في الديسك تراك ديالو ديال الزينه يا الزينه يا الزينه اليوم غادي نشوفوا الديسك ديالو التالي واش زين واش زينه ولا زين في اطار الضحك اخوان النشاط ما تنساوش اخوان دولي من بعد هذا الانترو ماذا بكم ماذا بكم بالقلب الخالص هذا طلب وليس امر اخوان دولي كيما راكم تتابونوا عند جميع الناس دعموا القناه ديالنا ان شاء الله وبدون الدعم ديالكم القناه ديالنا ما كتيفولياش هذه يعني نسني عليها يعني دائما كيقولوا لي الداعمين والمتبعين والمشاهدين هما راس المال يلا نمشيو ان شاء الله نشوفوا مباشره الديسك ديال امين بابلون شوفوا الامور ماذا بيا وشوفوا نتوما واش درتوا فيا الاخوان ديالي تخلوني نهضر تخلوني نتموسق تخلوني نعيش علي من بعد هذا الانترو الاخوان ديالي ما تمشوش بعيد نهاركم مبروك اللي التحق بنا اسعد الله اوقاته يلا نمشيو مباشره نشوفوا امين بابلون شوفوا الامور مال دار فيا فوالا ارالي طق البارود في عشقك راني غارق نتنفس كوراج صاري ليك الجن العشق اديتيني اوطاج في الحب ما نعرفش النفق يعجبني لونتوراج واذا عشقت السب انتي انا يا قلبي في عشقك الدخلة سنتيمونتال الاحساس الاخوان دولي الاحساس دخلة ديريكت هما الاحساس والصوت كي داير عدم واحد الصوت نهضروش عليها صادم عاودوا له شو 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 اسمع اسمع ورد رد عليا كاش الراي ما كاش لقى الحال شي واحد الجزائريين يعني واخا تجيب اللي تجيب في لو موند عرب كاملين لي سالجيريان ما تقيس لهمش الراي وما متقيسو تجيبها واعره وكذا ومنا ولكن كي واحد الميزه واحد عندهم واحد كيما نقولوا واحد لوغو ديالو ديال تسمعها من عند جزائري ماشي كيما تسمعها من عند يعني مطرب اخر من دوله اخرى في عشقك راني غارق نتنفس كوراج صاري ليك الجن العشق اديتيني اوطاج في الحب ما نعرفش النفق يعجبني لونتوراج واذا عشقت السب انتي انا يا قلبي في عشقك صادم اطاشي ليك واذا قلت لك راني نادم نكذب عليك توحشتك وربي عالم ينخمم فيك ويذهب لتسبابي تيا دخل واحد الاحساس قوي عاود طلع شويه ديال النبره طلع الريتم عاود دائما في الاحساس ودرك دخل لك واحد الفارا
كما نقولوا ما فهمتش كما نقولوا لها يعني صافي تحررتي من هذيك الاحساس دخلتي في واحد الاحساس خور من الاحساس لاحساس يدخلك وي راه بحال لي فاغ الموج يضربك بوجه الموجات فوالا طرو ديال لي زيطاب فاتو بالهدوء شويه طلع النيفو ودرك تلقى البارود ما كاين غير تلقى نعاود هادو تسمع نعاودو غير لي طاب الزوجه قبل الثالثه وربي عالم ينخمم فيك ويذهب لتسبابي تيا طب ما نهضروش عليها فنان ومعنى الكلمه اخوان دولي بغيت نقاسم معكم غير واحد الحاجه وردوا شوفوا في التعاليق بغيت نسقسيكم سؤال هذا سؤال كيما نقولوا وجيه من الشعب الجزائري الاخوان ديالنا الجيران ديالنا الديسك ديال امين بابينو شوفوا لامور ماذا فيا الا شفنا العدد ديال لي فيو 3 مليون 2 واحد مشى غناها مانيش عارف سميتو كيما راكم تشوفوها هو بلال تاكيني ولا طاشيني ولا مرات جامي درتو وان شاء الله غادي نديرو بلال هذا لي فيو شوفوا لامور ما دار فيا يعني هو دار الكافر ولا غناها غير في عرس ولا في تقصيره ولا مانيش فاهم هذا المهم ماشي ديسك ديالو وما مكتوبش فيه كافر امين ما بينو سيتا كافر هذا كافر دايرو في في تقصيره انا جاب لي ربي دايرو في تقصيره لان بحثت عليه شفتو دايرو في شي تقصيره ولا 50 مليون فيو سؤال الاخوان ديالي والله بالله عليكم سؤال قولوا له كيفاش الاغنيه الاصليه 3 مليون والكافر 50 مليون هذا خليه سؤال مغلق خليه هكذا مفتوح ماشي مغلق مفتوح باش تعرف بالله رانا في واحد الزمن الاخوان ديالي كتلقى واحد يتعب ويتقاتل ومهم سنين هو يخدم على واحد الحاجه يجي واحد من وراه يديرها عن قصد او غير عن قصد مهم كيطلع له الزهر كيطلع له الزهر ولكن عاود حنا حملنا في الديفو كندعموش للناس الاوريجيناليتي ما كندعموهاش يعني مثلا هادو اللي تفرجوا 50 مليون علاش ما ولاوش الاصليه وشافوها وسمعوها وحتى هو يعطيو 50 مليون و60 وما اكثر فوالا هذا انا هذا هو لا رياكسيون ديالي البوينت فيو ديالي فوالا المهم كيما راكم تشوفوها هو صاريني كل جنة العاشق شديتيني وطاش بالحب ما نعرف شنافة الصوت لا علاقة الصوت لا علاقة التوزيع ماشي في استوديو لك تسمعوا لي زاستخيمو بحال راك في العرس في الزقة ولكن 50 مليون الله اعلم بعلمه مانيش عارف الناس هاد لوغو ديال الناس واش تعرفوا بالله لوغو ديال الناس ما كيقولوا في جميع الميادين ولكن راه بعض المرات ما نتكلمش على احتراماتي لبلال لان ملي كنمشيو للتيك توك ولا كنمشيو للفيسبوك ولا كنلقاو شي ناس دايرين التفاهه وحاصلين على الملايين ديال لي فيو والملايين ديال الدولارات وكتلقى واحد يعني كيتقاتل ويدابز ويدير واحد المحتوى زين ربنا خلقتنا رانا في عصر التفاهه يلاه نمشيو نوليو الامن ما بيلون نوليو الاصلي فوالا الرجوع للاصلي فضيله والفتك وصعيبة اللعبة حاجة فيا بوجات عشقك انتي عملة صعبة الكبدة كولات وضربتيني شحال من ضربة لوين التكوات يا قتلتيني قضيتي عليا يا عمري تيال لهم مولاة الدار باتت كومباريش معاهم سنتيمون بيزار عادي النصايح
اللي عرفناهم نسيروا نمشوا مع فينتيا. في اطار يعني التحليل ديالي هذا كيما نقولوا البوينت فيو ديالي فوالا اختي، انا كنحترموا هنا انا خصو يكون احترام متبادل ما بين الاراء، يعني واخا تكون مختلف معايا وكذا. دوزي يعني فنان مغربي، لان كيقولوا هضرتكم على بيلا تاكيني هذا جزائري ودالي فيو اكثر من نمشيو كيقولوا العاود الدوزي المغربي الشاب الدوزي حتى هو غنى عاود لها التوزيع عاود لها كلشي، ما دارش كفر عاود لها التوزيع ديال الزينه عاود لها التوزيع ودارها، ولكن عطوا ما تمشوش بعيد الاخوان ديالي. الدوزي الشركة تاع كوكا هي اللي مشات شرات حقوق الطبع والنشر من عند بابيلون، قالت له دي هاك الحبة الفلوس هكذا، راه بغيت هاد الديسك ديال الزينة ديالك، بغيت الكلمات والتوزيع ديالها، وحنا غادي نعاودوا لها إعادة التوزيع. كوكا مشات اختارت الدوزي وقالت له هاك غني لي هذه وغناها. فوالا باش نكونوا واضحين، يعني كاين حيت كتكون الشفيرة في الميادين يعني ما بين الجزائر والمغرب، راه الزوج ما بغيتش ندخلوا في التفاصيل، راه مام حسني وخالد ومحمد الأمين اللي خون العمال العلوي وكذلك المغاربة اللي كيخونوا عاود شوية الراي، راه مخلطة، راها مخلطة ماشي خونة، ربما كتعجبك يعجبهم الديسك ويعاودوا له. هي كاين واحد ما بغيتش ندخل في هذه السياسه الاخوان ديالي، انا كي مغربي كي جزائري والله كيف بالحلو، غير تجيبها كي ما راه تجيبها واعره ما يهمش، انا هذا هو انا الفن عند بحر بدون ما عندوش حدود. شوفوا الامور امين بابلون. الله يعطيك الصحيحه، ديسك روعه سيرتو هاد فين كيقولوا لافان ديالها، لافان ختامها مسك، كان شويه واحد الامبيونس ما نهضروش عليها، الامبيونس طوب، او داروا في استوديو فوالا وعجبني الديسك، ما نهضر الديسك والله قسم يمينا مانيش عارف 3 مليون مانيش عارف، بلال تاكيني جاب 50 اولي، قولوا لي كيفاك، قولوا لي وعلاش او علاش كيصرات، قولوا لي التحاليل، عطوني شي تحليل منطقي، 50 مليون وهذا 3 مليون. ولا على الدنيا يا دنيا الاخوة ديالي، تحياتي ونتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تبقاو على خير وبخير، وفرصة قادمة ونشوفوا ديسك ان شاء الله جديد مع شاب جديد ومع حاجة جديدة، مع مانيش عارف قديم جديد، مهم الفن وتفن اللي مع روحك ورقص لي ونشط لي وضحك لي فوالا، وكل واحد والراي ديالو الخاص، تهلاو لي في رواحكم ان شاء الله نشوفو. الي تحياتي.